دولة جنوب السودان يتقدم الآن إلى المنصة ليتحدث في هذا الاحتفال الذي يتم من خلاله التوقيع على اتفاقية السلام بالأحرف الأولى بين الحكومة والجبهة الثورية بكافة فصائلها في مرحلة جديدة لهذا الوطن. بسم الله الرحمن الرحيم. حضور الكريم أمركم أحيي سيد رئيس الجمهورية سيادة الفريق أول سلبكين ميادت رئيس الآلية متابع ملف السودان وأمركم نشكر سيد رئيس سيادة الفريق أول عبد الفتاح بروان رئيس المجلس السيادة وأمرنا نشكر السيد النائب رئيس المجلس السيادة سيادة الفريق أول إميتيه معروف بإميتيه أنا كان قلت الناس كتار ما يعرفه رئيس العالية رئيس الوفد حكومة السودان في تفوض جبا ونشكر السيد رئيس الوزراء ورئيس الإيجاد بوضوره ونشكر كل الأخوان ونشكر السيد النائب الأول رئيس الجمهورية والزملاء وسعادة النواب في مؤسسة رياض في دولة جنوب السودان ونشكر أخواننا في مجلس السيادة ونشكر مستشاري رئاسة الجمهورية ونشكر السيد الوزراء في دولة جنوب السودان وفي السودان وفي مقام الأول نشكر أخواننا في مسارات متلي في مسار دارفور وفي مسار المنطقتين وفي مطار الشرق والوسط والشمال نقول لهم مرحبا بكم ويجزتوا ونذكر شركائنا الذين شاركونا من بدينا في منبر جوبا أول الدولة وقي معنا ومصر العربية وأقوانا في دولة الإمارات حكومة وشعبا سند هذا المنبر ووقف خلف المنبر وسند وداما لمنبر جوبا نذكر بكل الجهدان الذين قدموا لدولة جنوب السودان تاني نذكر أخواننا في دولة الشعب من السيد الرئيس دبي والوفد بتاعه القاعد معنا في التفوق بين قاعدين معنا من بدينا لحد الآن قاعدين معنا في كل ما اتمناه شركاء حقيقية بين الناس السندونا وقف خلف دولة جنوب السودان ونحن اليوم أسير الرئيس المكان مكانتك والحديث حديثك لكن جايين نشكرك ونرفع تمام عليك نقول لهم نحن انجزنا في مسار الاول فضل تاتو وان شاء الله نوعدك ونقول لك مره ثانيه متزمين واسع مع اخواننا في ارض شعبيه شمال بقيه كمان الرحيم الاولى وبعدين بعد كده نكون نحن نستعمل تماما هنا وتقول شعب السودان أنكم في الجنوب أنجز لكم الاستقرار والسلام يعني سيد الرئيس سلام السودان وسلام جنوب السودان مربوطين مع بعض الدولتين شعب واحد أمن القرى واحد والاستقرار الدولتين واحد يا سيد الرئيس وقد بدأت ناس كثير في العالم بتقول جنوب السودان تعبان بزيد ما يقدر ينجح السلام لان السلام هنا ان يجرى فيه كل دول الارض دول عظمى كبيره وقدر جنوب السودان لكن وقت زرب الله سابيع قلت تعالى وذكر عليه المكتب قلت له يا توب انا دار دم الله كبيره جدا والله انت تعجزه وقلت يا سارة اغني الان قاعدين نطلع في اتفاقية جنوب السودان كيف نقبل تاني اتفاقية تاني نقدر عليهم قاعدين توكل كل قوة كل ما طلبت انجزت وكل ما جيت عليك وسألت وكل ما قلت وانت عجزت اكثر كثيرا ولو اليوم يجب على سعر الرئيس الانجاز انجازك والقرار قرارك
وسلام سلامة يا جميع سلامة جميع السودان يا جميع سلامة جميع السودان يا سيد الرئيس ومدارة الفردين بدارة جميع السودان وكان قرار في أصابة وجيه وجوه وقرار الليل لتنفيذ التفاقية لكن كان في صعوبية شديدة لكن كل رجيف الهكب الذين بكون ناسب للسلام وكده عجزنا بكل قرار سليطة جاسان الرئيس وقرار شجاع في سيارة العقارة وكل العالم اقربت وكل الناس عقب وقفت وانت استسلم قرار وجينا الضغاء جمال كل من الجنة والسودان قيادة سياسية وجماهير وكل القيادة في دار الجنة والسودان من كل من الولايات ورجال الرتبة سبع يوم اتصل قرار جهوري بإلقاء إن يرجع الدين وإلى العشر الولايات وصولا على سلام وبعزم الأيام يا سيد الرئيس لعيد رجع السلام الأول في أفريقيا ورجع السلام الأول في دار الجنة والسودان واليوم كان الناس بدار هو انت لا تجلس لكن اقول العالم الا لان الرئيس الوكيل الان اين هو عبد الله العقرين وجار سلام في السودان والاستقرار هو جبار من دارفور من كراكير ومن المعسكرين الوزير وكان من اصعب الاقوال يا سيد الرئيس وهو ان شاء الله نشكر كل اخواننا الود التفاضل على اخواننا كيف رجل السلام وقال تعاشي وقال كباشي الذين صاروا ليرا في من يبدا يفور وتكتان وقال من أصب القرارات ونذكر أقوانا في كفاء وصلة في كل مسارات ونذكر بصبة كريشة وبدا يفور الذين صاروا ليرا ليرا في قضيته في كل تعليق من أصب القرارات في العجل اسم كراكيرا صار هذا شيء يكون بتفوق أقول كل يوم مير هنشنا ده كان الهم هو نيلا دوالا لدو نزول نازعين نينا الحمد لله وكبرفان يا سيد الرئيس وفكت في كل ما قلت وعاك ما انجزت ورد العالم ان العالم جنب السودان التعبان الناس بكارين انا ما اقدر قدرت وجنب السودان قال انا ما رجل السلام اذنى في علم رجل السلام الاول نينا عمرتك يا سيد الرئيس نشكرك المكان وكانك وعديس عديسك وانا جاء نشكر اخوانا اكان المعنى كل الأقوال أمانة منا في الإمام وشبابنا في سكارة الطرف كل طرف الحكومة وطرف الكفاءة والصلاة وتجاه حقنا ونشكر كل ناس على أمانة منا في الأغاني علينا مراسم الدولة أما الفنادق في دولة جنوب السودان عاملين فيه عاملين في الشارع في جمع فردك وعاملين فيه كل ما سيد السلام يا سيد الرئيس الموازن في دولة جنوب السودان شكرا له أولا وأخيرا لأن كل هنا الموازن كان بفضلنا وبسأل بقول لنا تهدد السلام للسودان أتبع لأن الشعب شعب واحد في دولتين يا سيد الرئيس وأكثر فرعهم وأكثر مقصرين جدا الأول كان يعطل في دولة جنوب السودان قبل أخوانا في الشمال وتعالى أنا النعنى نأكد لكم التزام سيد الرئيس الجمهورية بكل ما نفذ قالوا لنا نحن جنود ونفذ 24 ساعة كل ما يورنا وكل ما يوجهنا نحن جاهزين تتعلمات يا سيد الرئيس لكن لو نتعلم يا سيد عمر تتعلم ونحن أخوانا في كثير المسألة من أبي ياسر وعبد الله ونور الدين وكل الأخوان الكريم وكبير بتاع شمال السودان وكل الكمبيوتر الكبير زي الحفظ كل الوراق بس اللي اليوم في الشاشة متسم وكل شباب وما كل شباب كثير مسلح أكان في تفوق عندكم شكر كاس وتقدير كاس قبل القيادة
لانه ما هو انجزته وياك فات وياك كلمته وياك سالته ونشكر اخوانا في سكاره اخوه من السيد المراه فغيري والدلال وقوى الشباب الذين ساهم سهرات طويله ونقاش كبيره لوصول على السلام اليوم هذا مجهود رجال يا سيد الرئيس ونحن جنودك تعمل ما توجهنا وتكلم ما تقول نحن علينا تنفيذ تنفيذ قاطع نحن نحن ولينا رب العالمين فعلا علينا يا سيد الرئيس ما تغير الا ما توجهنا نوكل فيه ان شاء ربنا يوفقنا السلام عليكم